ناري حشومة عليك. لا بعد ما رأس كيني شي عناوين مني كتدخل كتلقى ما 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 ماشي صحاحين. انا بالنسبة لي مش حال شو انا كنت صريحة كاين شي حوايج كنت كنقولهم وكندم عليهم لان بزاف الناس ما كيتقبلوش الصراحه. دابا انا باقا صريحه ولكن وليت كنسكت ما كنقولش الحاجه اللي كتكون زعما كاينه كنسكت عليها وكنجاوب على الحاجه اللي خاصها تجاوب وصافي داخله سوق راسي زعما بهذا المعنى. دابا انت الا جيتي تشوف الدنيا راه ما فيها والو زعما ما كنشوفش انه كاين واحد السبب انك تبقى تحرق في راسك و ما داكشي ما دايمش وما صالحش. علاش ما نتحبوش بعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا؟ كتشوف بلايص اخرين دايرين يديهم في بعضياتهم ومطلعين بعضياتهم، حنايا حباب وعلاش ما نكونوش حباب وصحاب وفي نفس الدومين نتشبتوا بيدين بعضياتنا وحنا نوصلوا بعضياتنا للقدام. بركة من 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 داكشي اللي ما كيصلحش وما كيجيبش اصلا. حقاش ملي غادي تمشي غادي يذكروك غادي يذكروك فخصهم يذكروك بالخير. كنت صغيره فاش درت تطواج، ماشي صغيره، كنت عقلي باقي طايشه. دابا الحمد لله صافي خطرت دابا الله يخليك. دابا غنحيدو طبعا اشواق. كنقول لكم تبارك الله عليكم وان شاء الله كنتمنى لكم الاستمراريه وكان وعبر اشواق كنبغي نحيي الجمهور ديالي واللي كنقول لهم شكرا بزاف على تشجيعكم الدائم وعلى اي حاجه كديروها معايا زوينه في حقي. بوسه كبيره لكم.